على الرغم من تأهب العالم بأسره ووقوفه على رجل واحدة قبيل الضربة الإيرانية التي ردت فيها على ضرب إسرائيل قنصليتها في دمشق، لم يحمل السوريون تلك المسألة بجدية إطلاقاً، بل على العكس تماماً، كانت موضع سخرية واستهزاء لدى العديد منهم. ومنذ لحظات الإعلان الأولى خمن أولئك أن التهديد والوعيد الذي صدعت إيران رؤوس العالم به ما هو إلا محض بروباغندا إعلامية تختلف أهدافها باختلاف الآراء حولها واختلاف التحليلات بهذا الصدد. وبعد 12 يوماً من التصريحات النارية والتصعيد الإعلامي، بالفعل أطلقت إيران مئات طائرات المسيرة والصواريخ في سماء 4 دول، ولكن بسرعة لا تتجاوز سرعة السيارة، لتعلن طهران رسمياً عن بدء ردها على تدمير إسرائيل لقنصليتها. والمحصلة النهائية فخر إيران وحلفائها بنجاح ردها وإشادة إسرائيل بنجاح دفاعاتها، لكن علائم الصباح كشفت الحقيقة، حيث سجلت خسائر فادحة لكلا الطرفين. إيران خسرت 330 مسيرة، فيما خسرت إسرائيل 5 مليارات شيكل، ولم يصب أحد بخدش. أوساط المعارضة السورية توقعت تقريباً سيناريوهات مشابهة، فعلى مدار سنوات طوالة خبرت تلك الأوساط دهاليز الحروب بالوكالة، ومن ضمنها خطط إيران وردودها على إسرائيل التي لطالما هددت ولوحت بها مع كل ضربة إسرائيلية تهدد إيران. سخرية واستهزاء بالضربة العسكرية الإيرانية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما السورية منها. تنوعت فيها الآراء والتحليلات بين من يرى أن المسألة برمتها مسرحية لذر الرماد على العيون، ومن يرى أن إيران لا تقوى على الرد بالفعل. فإلى أي مدى تصح تلك النظريات؟ وهل تلك الضربات هي بداية لما لا نهاية له؟